أهلا بكم إلى نقطة حوار معكم إيمان القصير. في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة الإسرائيلية أنها تتأهب للمضي قدما في تنفيذ قرارها بضم أراضي من الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن، تتجه الأنظار صوب واشنطن لمعرفة إن كانت الإدارة الأمريكية ستعطي الضوء الأخضر لإسرائيل للبدء في هذه الخطة أم لا، وإن فعلت فهل سيتم ضم الأراضي المستهدفة دفعة واحدة أم على مراحل؟ وبانتظار أن يدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقول الفصل، ما زالت الإدانات والتحذيرات الدولية من الخطة الإسرائيلية تتواتر من أطراف عربية وأوروبية ودولية ترى في التحرك الإسرائيلي خرقا للقانون الدولي وخطوة قد تقود إلى زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط وانهيار فرص السلام. بينما لقيت هذه التحركات الدولية ارتياحا فلسطينيا، يرى المراقبون أن المواقف الرافضة بقيت محصورة في إطار الإدانات والتلويح الخجول بفرض عقوبات على إسرائيل. فما هي الخيارات المتاحة أمام الفلسطينيين والدول العربية في حال مضي إسرائيل قدما في قرار الضم؟ هل تثني التحذيرات الدولية حكومة نتنياهو عن تنفيذ الخطوة؟ وما هي الإجراءات العقابية التي ترون أن الدول الأوروبية يمكن أن تتخذها بحق إسرائيل؟ هل تتفقون مع الرؤية القائلة بوجود تبدل في الموقف الأمريكي نحو مزيد من التريث؟ شاركونا الرأي هاتفيا على رقم 00442-03162-00022 أو اكتبوا لنا على bbcarabic.com أو على صفحتنا على فيسبوك وتويتر. أهلا بكم. عدة مواقف متشابكة ومتداخلة في حلقة اليوم وفي هذا التطور. سنستمع للموقف الأمريكي، سنستمع للموقف الإسرائيلي والفلسطيني، أيضا للمواقف الأوروبية في سياق هذه الحلقة. ولكن دعونا في البداية وبدون أي تأخير نرحب بضيفنا عبر خدمة الإنترنت من الولايات المتحدة، دكتور جابرييل صومة، عضو المجلس الاستشاري للرئيس ترامب وأستاذ القانون الدولي. أهلا بك ومرحبا يا دكتور. مرحبا سيدي الفاضل. لو تطلعنا من حيث أنت في الولايات المتحدة في البداية، ما الذي يجري في الكواليس الآن في اللحظات الأخيرة؟ نسمع عن اجتماعات وسلسلة من الاجتماعات تجريها الإدارة الأمريكية بخصوص إقدام أو اعتزام إسرائيل ضم أراضي في الضفة الغربية. هل تبلور الموقف الأمريكي بعد؟ ومتى يعلن؟ وشكرا للاستضافة. لغاية الآن لم يتخذ قرار بهذا الشأن. المسؤولين كبار مساعدي الرئيس لم يصلوا إلى نتيجة في الوقت الحاضر بالنسبة لضم المستوطنات الإسرائيلية الموجودة في الضفة الغربية. لا زالت المباحثات جارية مع الحكومة الإسرائيلية، وقد سافر نهار مساء أمس السفير الأمريكي ديفيد فريدمان والمبعوث الخاص للسلام في الشرق الأوسط إلى إسرائيل لإجراء مزيد من المباحثات. هل نفهم من هذا الكلام دكتور صومة أن الأمر يتجه الآن نحو المزيد من التريث حسب الموقف الأمريكي، وسبب هذا التأخير في إعلان الموقف هل يشي بانقسام ما داخل الإدارة الأمريكية؟ هناك عدة نقاط يمكن المستشارون يقومون بدراستها في الوقت الحاضر، وأعتقد بأن الوعد الذي أعطاه نتنياهو إلى الشعب الإسرائيلي بأن أول يوليو سوف يكون الوقت الذي يتم ضم هذه المستوطنات، هذا التاريخ هو تاريخ استنسابي قدمه للشعب الإسرائيلي أثناء الحملة الانتخابية، ولذلك لا يمكن يعني القول بأن ذلك سوف يتم في أول يوليو طالما أن المباحثات لا زالت جارية. ولكن السيد بومبيو ألقى بتصريح قبل يوم أو يومين قال فيه أن الأمر يعود برمته إلى الجانب الإسرائيلي وقرار الحكومة الإسرائيلية. ماذا نفهم من هكذا تعليق؟ هل الولايات المتحدة كفت يدها تدع إسرائيل تتخذ أو تمضي قدما في تنفيذ القرار أم ماذا نفهم؟
وإسرائيل هي دولة مستقلة وتتخذ قراراتها، الحكومة الإسرائيلية هي التي تتخذ القرارات التي تراها مناسبة، لا يمكن للولايات المتحدة فرض رأيها على إسرائيل، ولكن هناك مباحثات لا تزال جارية في هذا الموضوع، ونأمل بأن تنجح هذه المفاوضات ويتم التفاهم بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول هذه الأمور. وماذا عن الجانب الفلسطيني هنا من هذه المعادلة؟ يعني أنت تتمنى أن تنجح المفاوضات بين الجانب الإسرائيلي وبين الولايات المتحدة، ماذا عن الجانب الآخر في المعادلة، الجانب الفلسطيني؟ والفلسطينيين يرفضون أي معادلة في الوقت الحاضر، ولكن بالنسبة للولايات المتحدة هذا لا يعني بأن الرئيس سوف يقول أنا سوف أقبل في هذا الأمر. قد يرضى الرئيس مثلا بقرار أقل شمولا فيما يتعلق بهذا الأمر، قد يقول أنا لا أرضى في ذلك، وقد يوافق. هذا أيضا علينا أن نأخذ بعين الاعتبار الوضع الانتخابي في الوقت الحاضر في الولايات المتحدة. كما تعلمين هناك انقسام كبير بين الحزبين، وفي هذا الأسبوع 189 عضو من الكونغرس الأمريكي من الحزب الديمقراطي بعثوا برسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي يطلبون منه وقف العمل بضم هذه المستوطنات. طيب عفوا دكتور سوما، هنا يعني على ذكر المعركة الانتخابية في الولايات المتحدة، هناك من المراقبين من يرون بأن حكومة نتنياهو هنا تحاول استغلال الموقف الحالي، ترى بأنه هناك احتمال ما كما يرى المراقبون بأن الرئيس ترامب لن يعاد انتخابه مرة أخرى كرئيس للبلاد، وبالتالي تريد إسرائيل استغلال هذه الفرصة التي قد لا تتاح لها مستقبلا في حال أن جاء رئيس ديمقراطي جو بايدن مثلا في الانتخابات القادمة، وبالتالي لن تتمكن من تنفيذ هذه الخطة. صح، إسرائيل لن تتمكن من تنفيذها إذا نجح جو بايدن في الانتخابات المقبلة، ولكن لا أعتقد بأنه سوف ينجح. على كل حال إسرائيل يعني ماذا تستفيد من ضم هذه المستوطنات؟ هناك حوالي 400 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون في تلك المناطق، هؤلاء محميين من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي. نعم. يستفيدون من الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بالبنية التحتية، يصوتون في إسرائيل. الفلسطينيين الموجودين في الضفة الغربية لا يصوتون في إسرائيل، ولكن هؤلاء 400 ألف يصوتون. فإذا ما الحاجة من العجلة في موضوع دم هذه المستعمرات؟ شكرا لك جزيلا من الولايات المتحدة من نيوجيرسي تحديدا الدكتور جابريال صومة، عضو المجلس الاستشاري للرئيس ترامب وأستاذ القانون الدولي. ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من تل أبيب الدكتور إيدي كوهين الأكاديمي والباحث في مركز بيجن سادات للدراسات الاستراتيجية. دكتور إيدي كوهين، أهلا بك. دكتور إيدي كوهين، هل تسمعنا؟ أهلا وسهلا فيكم. مرحبا سيدي الفاضل. في البداية، لماذا تحاول الحكومة الإسرائيلية الآن التعجل في المضي قدما في هكذا تحرك بضم أراض في الضفة الغربية المحتلة؟ هل الأمر علاقة بأن إسرائيل ترى بأن ربما كما يقول بعض المراقبين أن أيام ترامب في البيت الأبيض معدودة، وأن نتنياهو يريد استغلال هذه الفرصة لتحقيق هذا المكسب؟ يعني صراحة نعم، هذا هو السبب. يعني ترامب هو رئيس، أحسن رئيس لإسرائيل، لصالح إسرائيل. كلنا نتذكر عهد أوباما والمشاكل بينه وبين نتنياهو. نحن نتمنى أن ينجح ترامب، لكن نعم، رد على سؤالك، نعم نحن نفضل الآن يعني في 3-4 أشهر بعد الانتخابات، ولذلك نتنياهو كمان وعد
الشعب الإسرائيلي بهذا الضم. يعني ولكن هناك كما نفهم من الإشارات التي تأتي من الولايات المتحدة سيد إيدي كوهين بأن الأمر هنا هناك اتجاه على ما يبدو داخل الولايات المتحدة للتريث بعض الشيء كما فهمنا قبل قليل من ضيفنا من الولايات المتحدة. هناك مزيد من المحادثات التي ستجرى. هل إسرائيل تفهم هذا التأخير على اعتبار أن هناك تغير في الموقف من أمريكا نحو مزيد من التريث وعدم المضي قدما وتنفيذ هذا الإجراء؟ لا لا، بالعكس، كانت هناك محاولة من الرئيس ترامب بوقف هذا الضم يعني، لكن الآن وبعد استشارات أنا فهمت أنه الصفقة يعني لقد تمت الصفقة الآن، يعني الشركاء عم بيشتغلوا كيف الموقف يكون أقل عدائيا، لكن الصفقة تمت، الدول العربية وافقت، الأردن وافق، يعني الآن ما لكن التصريحات الواردة من بعض الدول العربية ومن الأردن تحديدا يعني. دكتور إيدي كوهين لا تشي بما تقول، كل شيء تم، يعني هناك تصريحات تأتي من الأردن يعني تصب في اتجاه معاكس تماما. لا أكيد، أنا أكرر، نعم لا لا أنا سيدتي العزيزة، الآن سوف الإعلام سوف يزداد شدة. طيب. والتصريحات سوف تكون أكثر قوة، لكن وراء الكواليس كل شيء يعني مسكر ومغلق والملف هذا انطوى. طيب سيدي الفاضل دكتور إيدي اسمح لي هنا لنأخذ اتصالا هاتفيا، يعني يبدو أن هناك تأخر في ضد هذا الضم، يبدو أن هناك تأخرا ما في وصول الصوت منا إليك، وبالعكس يعني على أي حال دعنا نستمع لبعض المشاركات الهاتفية وفضلا تعقب عليها إذا سمحت. يسر محمد من الأردن، أهلا يا يسر. أهلا بك. أهلا سيدتي الفاضلة، يعني استمعت لما قاله السيد إيدي كوهين هنا، هو قال بأنه هناك تنديدات من دول عربية عدة، هو ذكر الأردن على سبيل المثال، وقال بأن الإدانات هي تتعالى، ولكن من وراء الكواليس هناك اتفاق وحسم وقبول من الدول العربية والأردن أيضا. نعم، أحب أن أبلغ ضيفكم بأنه حتى لو اتفقت جميع الحكومات على شرعية الحكومة الإسرائيلية، فنحن كشعوب لا نرضى ولا نقبل ولا نعترف أصلا بإسرائيل كدولة، ونرى إلى اليوم وإلى الأبد بأنها كانت وستبقى حكومة احتلال. نحن نرى منذ الأزل إلى اليوم بأن فلسطين هي من حق الفلسطينيين، من حق المسلمين في أصقاع الأرض قاطبة، وكما جمعوا اليهود أنفسهم من شتات بقاع الأرض، فنحن إن شاء الله سنجتمع كمسلمين وكعرب وكفلسطينيين ونعود إلى أراضينا. طيب يوسف، هل إذا جاء الإعلان بضم بعض البؤر الاستيطانية فقط دون ضم كما جاء في المخطط 30 ما يقرب من 30% من مساحة الضفة الغربية، هل ردود الفعل ستختلف برأيك؟ هلا جميع الأراضي بالنسبة لنا سواء كانت مستوطنات أو غير مستوطنات هي أراضينا، يعني اليوم كلمة مستوطنات هذه أصلا كلمة معناها الاحتلال، عندما أنت تأتين يكلمني عن مستوطنات، هذه أراضي كلها فلسطينية محتلة عربية إسلامية محتلة من قبلنا، نحن لا نرضى لا أن يأخذوا هذه الأراضي ولا تلك. أنا طيب. أريد أن أواجه كلمة أخيرة لهذا الضيف الذي تستضيفونه، سأقول بأنه مهما حاولتم أن تلونوا ألسنتكم وأن تدعوا الدفء للفلسطينيين، أنتم في الداخل تقتلون الفلسطينيين. قبل طيب. كم يوم قتلوا شاب في مقتبل عمره لم يفعل أي شيء على حاجز، لسوا بحكومة، هم عبارة عن عصابة ستكون وستبقى، وكل المطبعين العرب المطبعين الحكومات والعرب نحن نتبرأ منهم كشعوب. يسر شكرا لك جزيل الشكر من الأردن. يسر محمد، عودة لضيفي من تل أبيب إيدي كوهين، يعني استمعت لهذه المشاركة، هل تعقب بداية أم ندخل في تفاصيل ما تم تواتره من تقارير على القناة 12 الإسرائيلية التي تفيد بأنه إسرائيل أبلغت الرئيس عباس عن طريق الأردن يعني عن طريق غير مباشر بأن مخطط
مخطط الضم تم تقليصه ليشمل ضم ثلاث مناطق استيطانية على الأكثر، هل من تأكيدات أو نفي لهذا الخبر؟ يعني هل يستند هذا التقرير الإعلامي لأي صحة على الإطلاق؟ أول شيء بدي أعلق لضيفتك اللي حكيت، يعني الشعوب العربية أما الشعوب الفلسطينية شعوب عاطفية، يعني ما في جمرق على الكلام، خليها تحكي، نحن نتكلم بالحقائق، هذه أرض إسرائيلية، هذه أرض تم أعطاؤها لجنة العصب الأممية، مؤتمر سان ريمو 1920 أعطى هذه الأرض للشعب اليهودي، العرب ما بيعرفوا هذه الحقائق، أنا أعلم جيدا، الشعوب العربية مغيبة، لا تعلم أنه 1920 تم أعطاء هذه الأرض للشعب اليهودي استنادا لتصريح بلفور أو وعد بلفور، هذه ليست دولة فلسطينية يا مدام اللي حكيت من الأردن، ولكن دكتور إيدي كوهين ماذا عن الاتفاقيات التي وقعت بعد ذلك؟ أنت تعود إلى اتفاقيات تاريخية، ماذا عن الاتفاقات اللي وقعت في أوسلو وبعدها من اتفاقيات، وتم الاتفاق على مسألة حل الدولتين والجلوس إلى طاولة المفاوضات للتباحث بشأن القضايا المحورية والمركزية؟ أوسلو مات سيدتي العزيزة، أوسلو مات، ما في أوسلو، خلص أوسلو صار يعني صار بالمقبرة، حقائق على الأرض، هناك يعني خطة إسرائيلية لضم بعض الأراضي، الفلسطينيين بسبب تعنتهم رفضوا كل شيء، رفضوا صفقة القرن، رفضوا مؤتمر البحرين من سنة 37، مؤتمر فيل، لجنة فيل اسمها بيخليه يشوفوها العرب. دكتور إيدي لو توقفنا عند الاتفاق الأخير وصفقة القرن، الجانب الفلسطيني لم يستشر في أي بنود من هذه الاتفاقية على الإطلاق، هي أبرمت بين الجانب الأمريكي، فرضت من الجانب الأمريكي طبقا ل يعني المطالب الإسرائيلية، وبالتالي طلب من الفلسطينيين الموافقة عليها والتنفيذ فقط، لا ليس أكثر ولا أقل. لا سيدتي، هن عملوا مقاطعة، ولما اجى الوزير الخارجية لم يستضيفوه. هذه صفقة القرن سوف يعني لو كانوا اخذوها الفلسطينيين، نعم. كانت الضيفة هل عم تحكي من الاردن كان طيب. عندها جنسية هلا وكان عندها شغل هلا. طيب صفقة كانت تضمن مليارات الدولارات للاجئين الفلسطينيين وتوطينهم في الدول العربية. دكتور إيدي، الشعوب هاي الصفقة منيحة للشعوب مش للسياسيين. طيب دعنا نتوقف عند هذه النقطة دكتور إيدي فضلا، ونأخذ اتصالا هاتفيا آخر بالعالم العربي. معي خالد عميرة من الخليل، أهلا يا خالد. أهلا بكم، حياكم الله. أهلا بك، تحية لك، تفضل. حقيقة يعني ما يقوله إيدي كوهن يبدو أن ضيفكم متحمس أكثر من اللازم، وربما هو يعتقد أن التاريخ سينتهي في 2001 أو 2010. يا أخي هذا صراع تاريخي سيأخذ مداه، وبعد ذلك تعود الأمور إلى طبيعتها. إسرائيل دولة لقيطة، دولة ظالمة، دولة عدوانية، ولا تريد السلام، لأن الدولة التي تريد السلام لا تقوم ببناء 500 مستوطنة في أرض جيرانها، ولا تقوم بنقل مئات الألوف من سكانها. يا خالد، إيدي كوهين يقول إن الأمر برمته بسبب التعنت الإسرائيلي، هكذا قال. حقيقة الأمر كله يعني هو بسبب فعلا التعنت الإسرائيلي. لا، هو ذكر أنه التعنت الفلسطيني. لا، الفلسطينيون لم يهاجموا إسرائيل في عام 1967. الفلسطينيون لم يهاجموا إسرائيل، الذي هاجم إسرائيل هو مصر والأردن وسوريا. إذا أرادت إسرائيل أن تنتقم لتنتقم من دمشق، لتضم دمشق وتضم القاهرة وتضم عمان، أما نحن فلم نهاجم إسرائيل. في عام 1948 كان معظم اليهود في بولندا وأوروبا الشرقية، ومعظم الفلسطينيين في ذلك الوقت لم يعرفوا أين تقع بولندا وأين تقع روسيا وأين تقع ألمانيا. لماذا يلوموننا؟
لماذا يلوموننا؟ يعني طيب. هم أجوا من كل شيء وسكنوا ما يسمى بشعب يهودي. لا يوجد شعب يهودي، هم تجميع من أنحاء العالم على أساس ديني عنصري. شكرا لك يا خالد. خالد عميرة لتتيح الفرصة للمزيد من المشاركات. أشكرك من الخليل. إيدي كوهين من تل أبيب، يعني هناك ردة فعل دولية خاصة من دول الاتحاد الأوروبي، وهناك أيضا توقيع من أكثر من 1000 من البرلمانيين في الأوروبيين على عريضة تطالب إسرائيل بالتوقف عن المضي قدما في هذه الخطة، تصف ذلك بأنه يقضي على أي فرص للسلام. هناك أيضا تلويح من عدة دول أوروبية بإمكانية فرض إجراءات عقابية. هل إسرائيل على استعداد لردود فعل كهذه؟ هل تتحسب لمسألة عزلة دولية ما أو إجراءات عقابية من أوروبا؟ أول شيء أي سلام يعني؟ يعني يتحدثون كأن إنه في عملية سلام وكل الحمام الأبيض يطير فوق إسرائيل. ما في سلام أول شيء. هذا أول شيء. ثانيا، هذه الدول الأوروبية تتدخل بشؤون دولة إسرائيل. إسرائيل لا تحتاج، لا عندها مشاكل أكثر من مناحتها. أما لألمانيا اللي كان أجدادها نازيين قتلوا اليهود، أما للاتحاد الأوروبي المعادي للسامية، هذه الدول نحن لا تعنينا، يعني حبر على ورق. عندهم مشاكل أكثر. أوروبا صارت كلها مسلمة، أوروبا صارت فيها مهاجرين سوريين عشرات الملايين. أوروبا عندها مشاكل، عندها كورونا، خليهم يشوفوا مشاكلهم قبل ما يشوفوا مشاكل إسرائيل. طيب ماذا يا دكتور كوهين، ماذا عن الجانب الداخل الإسرائيلي؟ جولان عرضونا بالقص، نحن ما خصنا. طيب ماذا عن الداخل الإسرائيلي؟ يعني بينما نتحدث إليك الآن، هذه بعض الصور لبعض المظاهرات التي خرجت في إسرائيل تدعو لوقف هذه الإجراءات، وهناك أيضا انقسامات داخل الحكومة، ويبدو أن السيد بيني غانتس كان يعني لا يرغب في المضي قدما في هكذا خطوة. لا، بيني غانتس لا، هو وقع وهو يعني دخل بحكومة ائتلاف على أساس أنه يكون في ضام. هذا غير صحيح سيدتي. هناك نعم أحزاب أخرى من اليسار المتطرف، هناك الحزب القائمة المشتركة، هي نعم ضد الضم، لكن هناك ائتلاف، والائتلاف أعتقد 80 نائب، وهذه الأغلبية سوف تؤكد هذا الضم. لكن نعم هناك البعض ضد هذا الضم، وهذا شيء طبيعي بدولة ديمقراطية، ما في مشكلة يعني. شكرا جزيلا للدكتور إيدي كوهين الأكاديمي والباحث في مركز بيغن سادات للدراسات الاستراتيجية من تل أبيب. عودة مرة أخرى للمشاركات الهاتفية، نستمع الآن إلى ساند حسونة، أرجو أن يكون الاسم صحيح. ساند أهلا بك. أهلا وسهلا بك. أهلا بك ومرحبا. كيف تتابع هذا التطور؟ يعني تحديث إسرائيل عن أنها عازمة، عاقدة العزم على تنفيذ هذه الخطة، والحديث الآن عن زيارات واجتماعات أمريكية إسرائيلية في اللحظات الأخيرة لبلورة، كيف سينفذ هذا المخطط؟ يعني هم الآن يحاولوا استدراك الموقف بعد المنظمات العربية والرسمية الفلسطينية والشعبية أيضا. نستطيع أن نقول ليس كل ما يتمناه المرء يدركه في هذه الأحيان. يعني الإسرائيلي يكون يتمنى ويعني يرسم الخطة وينتظر من أمريكا أن تستنده لوضع النقاط الأخيرة. نجد أن الموقف الرسمي الفلسطيني كان رافض جدا، والموقف العربي متمثلا بالمملكة العربية الهاشمية بقيادة الملك عبد الله الثاني كان من أشد الرافضين، وما زال الرفض مستمر. ونجد أيضا الشعب الأردني، وكون أن منطقة الأغوار هي أقرب المناطق تماسا واحتكاكا بالأراضي. طيب ساند، كيف تقيم الموقف العربي حتى الآن؟ يعني ما صدر من مواقف عن الدول العربية مقارنة بما حد يعني ما استمعنا وشاهدنا من تحركات أوروبية في ذات التوقيت؟ يعني التحرك العربي بعد دعوات
الخارجية الفلسطينية للتدخل في أن يتم إيقاف الإسرائيليين عن أن يتم في صفقة ضم غيرهم يعتبرون صفقة. الموقف العربي الشعبي هو رافض كما عهدنا دائما، لكن الموقف العربي الرسمي ما كان يعني ما بين رافض وما بين يعني داعم لخطة نتنياهو، خصوصا أن نتنياهو فشل فيما يسمى التطبيع العربي، حاول أن يستدرج أو أن يستهدف بعض الزعماء العرب والرؤساء العرب كأن يكون ضمن خطة التطبيع. هو ظن أنه وصل إلى هذه المرحلة أن العرب يعني لن يضعوا الفيتو أمام هذا الضم، لكنه تفاجأ أيضا. ولكن هناك اعتقاد أيضا من جانب بعض المسؤولين أو المحللين السياسيين مراقبين إسرائيليين بأن الأمر كما استمعت من إيدي كوهين قبل قليل، هو قال بأنه كل ما يصدر بشكل علني عن الدول العربية هو فقط لذر الرماد في العيون، وما يجري خلف الكواليس هو أمر آخر تماما. فيما يخص إيدي كوهين يعني سابقا الكذب والتحايل، و أن يعني يأخذ الحديث من منطقة إلى منطقة على حسب ما ترتأي السياسة الإسرائيلية، لكن ما هو في الأرض الواقع فيما يخص العرب، العرب شعبا وقيادة ترفض خطة الضم، السلطة الفلسطينية ترفض خطة الضم، خصوصا أن خطة الضم هو يعني أصله، وهذا ما لا يجب بالنسبة للإدارة الأمنية للسلطة الفلسطينية في هذه الأراضي. ساند، شكرا لك جزيل الشكر ساند حسونة من غزة. المشاركات أيضا وصلتنا أونلاين عبر كافة النوافذ الإلكترونية. علق بعض المشاركين في صفحاتنا على التحذيرات الأوروبية والعربية لنتنياهو من المضي قدما في خططه لضم أراض في الضفة الغربية. على سبيل المثال يقول مكاوي عثمان على صفحة البرنامج على فيسبوك: التحذيرات الدولية علنا، ولكن من وراء الكواليس موافقون. منذ 70 سنة نرى الأراضي العربية تتقلص من جميع الجبهات وليست فقط الأراضي الفلسطينية. مشاركة من عمار ملكية يقول: لن تستثني أو لن تثني بالأحرى التحذيرات الأوروبية نتنياهو عن ضم المزيد من الأراضي. نتنياهو يتلقى الضوء الأخضر من الإدارة الأمريكية، وبالتالي باقي التحذيرات تبقى على الهامش فقط. فتح الله سالم يقول: المجتمع الدولي مع إسرائيل يشبه المدير في العالم الثالث بعد أن يحال إلى التقاعد ويوظف مستشارا، وظيفته هي استشارية فقط، لا يؤخذ برأيه حسب ما قال فتح الله. فيصل جهاد يقول: نتنياهو سيستمر بتنفيذ مخطط الضم، وأكبر برهان هو اختراق إسرائيل لكافة قرارات الشرعية الدولية أمام صمت عربي ودولي وانقسام داخلي فلسطيني. عبد الله: العرب قلوبهم شتى، يقول: الشعب الفلسطيني أصبح وحيدا، والشعوب العربية تعيش صراعاتها الخاصة، وبقية العالم يتفرج، ربما تخرج بيانات هزيلة لا تغني ولا تسمن من جوع. تاجي درويش على تويتر يقول: وقع أكثر من 1000 برلماني من مختلف أنحاء أوروبا على رسالة تعارض بشدة خطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. مشاركة من نضال سلامة على تويتر جاء فيها: سألنا الحكومة عن هذا الموضوع ولم تجب. زار رئيس الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين الأردن مؤخرا، والتقى بالملك الأردني عبد الله الثاني. فراس حامد على تويتر يقول: رئيس الموساد الذي التقى سرا العاهل الأردني نقل له رسالة من نتنياهو، وهي رسالة تهدئة لأبو مازن بأن الضم سيكون محدودا ولن يشمل غور الأردن، وإنما فقط سيشمل 3 كتل استيطانية. إذن كان هذا جانبا من بعض المشاركات التي وصلت إلينا إلكترونيا. واصلوا الإدلاء بالرأي والتعليق، سنعرض مشاركاتكم لاحقا. دعونا الآن نرحب بضيفنا من باريس عبر خدمة الإنترنت السيد ناصر زهير، مستشار العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي في مركز جنيف للدراسات السياسية والدبلوماسية. سيد ناصر، أهلا بك. أهلا بكم، تحياتي لكم وللمشاهدين. يا هلا بك سيدي الفاضل. في البداية لو تشرح لنا طبيعة الموقف الأمريكي هنا من التحركات الإسرائيلية المرتقبة بشأن ضم أراض في الضفة الغربية، هل هذا الاهتمام الأمريكي والشجب والإدانة يعود في المقام الأول إلى سبب أن
أوروبا شعرت بالتهميش بشكل كبير من جانب الولايات المتحدة فيما يتعلق بملف السلام في الشرق الأوسط، وأرادت أن تظهر أنها تلعب دورا ما، أم الأمر فعلا يتعلق بأن هناك رغبة في تحقيق تسوية عادلة؟ يعني أعتقد بأن الموقف الأوروبي يسعى لتسوية عادلة في موضوع القضية الفلسطينية، هذه نقطة. النقطة الثانية، الأوروبيين يريدون أن يكونوا فاعلين في موضوع القضية الفلسطينية والسلام في الشرق الأوسط، ولكن أيضا هم استثنوا أو لم يكن يؤخذ برأيهم، سواء كان في التحركات الأمريكية لدعم إسرائيل في قرار الضم، أو عبر تعقيد المسألة وتعقيد المحادثات أو محادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. يعني قرار الضم سيؤدي إلى نتائج سيئة جدا، سواء على القضية الفلسطينية أو على حتى محادثات السلام في فترة قادمة، إذا ما كان هناك مسعى لذلك. وباريس كان لديها خطة سلام طموحة، ولكنها لم تطرحها، الرئيس ماكرون لم يطرحها، نظرا لأن ترامب كان لديه صفقة القرن، وكان أيضا هناك تحفظات أوروبية. ولكن الموقف الأوروبي المتشدد الآن أعتقد، والحازم في مواجهة قرار الضم ومعاقبة إسرائيل إذا اتخذت هذا القرار والرد على قرارها، أعتقد يأتي من إطار بأن الأوروبيين يرون بأن إسرائيل لا يحق لها وتنتهك الحقوق أو تنتهك القوانين الدولية وحدود 67، وهذا خط أحمر بالنسبة للأوروبيين. وليس على ضوء ما تقول سيد ناصر، على ضوء ما تقول، هل التلويح الخجول بفرض إجراءات عقابية على إسرائيل يمكن أن يرقى إلى إجماع أوروبي داخل الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات بالفعل، أم هو مجرد فقط للتهديد والتلويح؟ يعني أعتقد ربما يتجه إلى فرض عقوبات، لأننا الآن لدينا 25 دولة أوروبية موافقون على أي قرارات شديدة أو متشددة تجاه إسرائيل لمعاقبتها على قرار الضم. هناك دولتين فقط وهم المجر والنمسا نوعا ما معارضين، وإسرائيل تحاول أن تجذب عدد آخر من الدول الأوروبية. ولكن رسالة وزير الخارجية الفرنسي إلى المشرعين الأوروبيين كانت تقول يجب أن يكون هناك رد قاسي وحازم على أي قرار من إسرائيل إذا ما نفذت قرار الضم. هذه نقطة. النقطة الثانية بأن الأوروبيين بالمجمل يرون بأن ما تفعله إسرائيل الآن من ضم الأراضي الفلسطينية أو ضم المستوطنات لا يختلف كثيرا عما فعلته روسيا من ضم شبه جزيرة القرم، وتم فرض عقوبات على روسيا وهي القوة العظمى النووية جارة الاتحاد الأوروبي. بالتالي يمكن فرض عقوبات تجارية هنا على إسرائيل، والاتحاد الأوروبي هو الشريك الأول لإسرائيل، وفي مرحلة لاحقة قد يتم تشديد هذه العقوبات لكي تتراجع إسرائيل وتتوقف عن هذا الضم. أستاذ ناصر، هنا في ظل تصريحات الرئيس الفلسطيني وساسة مسؤولين فلسطينيين آخرين بأنهم لا ينظرون إلى الولايات المتحدة كوسيط يعني عادل ونزيه في القضية الفلسطينية، هل يمكن لأوروبا، دول أوروبية، الاتحاد الأوروبي تحديدا، أن يلعب هذا الدور؟ بالتأكيد أعتقد يمكن لذلك، ولكن الاتحاد الأوروبي وخاصة فرنسا ينتظرون خطة ترامب والفشل المتوقع لها. يعني دائما ما صرح الرئيس ماكرون أو فرنسا صرحت بأنهم يمكن أن يكونوا مبادرين لعملية السلام أو وسطاء في عملية السلام، ولكن بشرط رغبة الطرفين. هنا لدينا عاملين، العامل الأول الانقسام الفلسطيني ويجب أن ينتهي هذا الأمر، أو على الأقل يكون هناك توافق بالحد الأدنى، والعامل الآخر أيضا هو قبول إسرائيل بهذه الوساطة. هذا الأمر لا أعتقد يمكن تحقيقه الآن في ظل الرغبة إلى الصفقة التي يعدها ترامب وكوشتار، ولكن بعد الفشل المتوقع لهذه الصفقة يمكن أن يكون للأوروبيين دور في عملية السلام، وأن يكونوا وسطاء في مرحلة ما ويطرحوا خطتهم الخاصة للسلام. والنقطة الفاصلة هنا فقط أخيرا هي تهديد بعض الدول الأوروبية بأنها يمكن أن تعترف بدولة فلسطينية على حدود 67. بالأمس كان هناك تصويت في البرلمان البلجيكي، وربما يتبعه أيضا تصويت في برلمانات دول أوروبية أخرى إذا ما نفذت إسرائيل قرار الضم. لكن دولة كهذه، يعني إذا ما تم بالفعل المضي قدما في الخطة الإسرائيلية بالضم، ما سيتبقى لن يصبح ربما أو لن يشكل مساحة أو إمكانية لدولة فلسطينية لها متكاملة أو متصلة الأطراف إذا جاز التعبير؟ نعم، هنا سيكون الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود 67، بمعنى أن كل القرارات الإسرائيلية الآن لا شرعية لها وغير معترف بها، ستبقى حبر على ورق، كما كان قرار إعلان القدس عاصمة لإسرائيل أو عاصمة موحدة لإسرائيل، مضى على هذا القرار أكثر من عام،
ولم يكن له أي تأثير على المستوى الدبلوماسي والسياسي، لأن ولا دولة هناك اعترفت سوى الولايات المتحدة ودولة ودولتين آخرتين وأيضا تراجعوا عن هذا الاعتراف. بالتالي إذا ما قامت إسرائيل بهذا القرار، نعم، الأهم لا يكون هناك اعتراف من أي جهة دولية، وأيضا أن يكون هناك عقوبات رادعة على إسرائيل سواء كان سياسيا أو اقتصاديا، وهنا شكرا. التعويل على الاتحاد الأوروبي. السيد ناصر زهير، مستشار العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي في مركز جنيف للدراسات السياسية والدبلوماسية، شكرا جزيلا لك. ونرحب الآن عبر خدمة الإنترنت من رام الله بالدكتور مصطفى البرهوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية. دكتور مصطفى، أهلا بك ومرحبا. أهلا بكم، تحياتي لك. سيد الفاضل، ما هي الخيارات الآن أمام الفلسطينيين في ظل التصريحات الإسرائيلية بأن إسرائيل ماضية في تنفيذ هذه الخطط بالضم، وإن كان الأمر الآن لم يحسم بشكل كامل من جانب الولايات المتحدة، المحادثات مستمرة بين الجانب الأمريكي وبين الجانب الإسرائيلي حول الكيفية وأي قدر من الأراضي سيتم ضمه؟ دعيني أوضح نقطتين. أولا، النقطة الأولى أن أي ضم ولو لمستعمرة واحدة يعني ضم شامل، يعني تمزيق وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويجب أن لا ننسى أن الضم بدأ بضم القدس منذ عام 1968، بالتالي الضم سواء كان لمستعمرة أو اثنتين أو ثلاثة أو للأغوار هو بنفس قوة الضم الشامل، ويجب أن يجابه بنفس الطريقة. الأمر الثاني يعني تعليقا على ما ورد في برنامجكم، الذي انطوى ليس ملف الضم، الذي انطوى ثلاثة أوهام. الوهم الأول أن هناك إمكانية لحل وسط مع الحركة الصهيونية. الوهم الثاني وهم إمكانية التفاوض مع إسرائيل. والوهم الثالث وهم اتفاق أوسلو الذي كان برأيي فخا نصب للفلسطينيين. نحن ليس أمامنا سوى خيار واحد، خيار المقاومة ومقاومة المخططات الإسرائيلية، والذي يتطلب ثلاثة أمور. أولا، تصعيد المقاومة الشعبية بشكل واسع وكامل في كل أنحاء فلسطين، وثانيا إنهاء حالة الانقسام الداخلي وتشكيل قيادة وطنية فلسطينية موحدة، وثالثا مطالبة العالم بفرض عقوبات ومقاطعة شاملة على إسرائيل كما جرى مع نظام الأبرتايد والفصل العنصري. طيب دكتور مصطفى، فيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية تحديدا، لأن هذا الملف سبق وأن يعني كان عقبة كبيرة في تحقيق فرص ما للجانب الفلسطيني في سنوات عبر السنوات الماضية، ما الذي يتغير بحيث يمكن أن يعني تتفاعل هذه المصالحة على الأرض وتبقى الآن؟ الذي تغير أن كل مستقبل الشعب الفلسطيني في خطر، وطبعا مسؤولية الإنهاء الانقسام هي أولا على حركتي الإخوة في حركتي فتح وحماس، ولا يمكن الآن الاستمرار في الانقسام في ظل هذا الخطر الداهم على الشعب الفلسطيني. ما دام هناك موقف معلن قبل قليل من حركة حماس وسبقه موقف معلن من حركة فتح، أن المطلوب الآن ليس العودة للخوض في الاتفاقيات المصالحة بل التوحد في جبهة موحدة. أنا أعتقد أن من واجب المسؤولين الفلسطينيين الآن الدعوة فورا إلى لقاء قيادي جامع ينتهي باتفاق على تشكيل قيادة وطنية فلسطينية موحدة. قبل أيام كنا في الأغوار موحدين رغم أن بعضنا في السلطة وبعضنا في المعارضة. قبل أيام كنا في فصائل في مجابهة مع الجيش الإسرائيلي أيضا موحدين. طيب دكتور، وبالتالي المهم الآن أن نتوحد جميعا في وجه هذا المخطط الخطير. ومن المهم أن يفهم العالم أن القضية لم تبدأ اليوم مع مشروع الضم ولا حتى مع صفقة القرن الإجرامية. دكتور برغوثي، دعنا نتوقف هنا سريعا لنأخذ اتصالا هاتفيا إذا سمحت. يعني سامي دياب من تركيا، هو مصري يقيم في تركيا. أهلا يا سامي. أهلا بك، تفضل. هو بالنسبة لضم الضفة، هو ده شيء خطير جدا ويدعو إلى مصالحة فلسطينية كبرى. السلطة الفلسطينية في الضفة ليست لها حاضنة شعبية كبيرة، ويجب أن يحصل اتفاق بين حماس وباقي الفصائل فتح وباقي الفصائل، لان فعلا بالفعل الفلسطينيين ليس امامهم الا انتفاضه الارض، انتفاضه جديده تمنع تكبح جماح اسرائيل وتمنعها من احتلال الضفه.
سامي، هل ترى بأن الوقت الآن مهيأ لتحقيق هذه الوحدة التي تريد أن تتحدث عنها؟ هو ليس مهيأ بالضبط، هو ضروري. دي ضرورة حتمية لهم الآن تحدث المصالحة. إذا لم تحدث فيبقى خلاص يعني تسقط سلطة عباس نهائي، يعني سلطة عباس ليست لها حاضنة شعبية الآن. هم بيقولوا اللي سلطة عباس مجرد شركة أمن فلسطينية لحماية إسرائيل. الجيش الإسرائيلي بيدخل المدن والقرى الفلسطينية في الضفة، يعتقل الفلسطينيين، فأين هذه السلطة بقى؟ طيب دعنا نحمل هذا التساؤل وهذه النقطة إلى ضيفنا دكتور مصطفى البرغوثي. دكتور تفضلي. أولا أنا يعني دعيني أوضح أن السلطة برمتها تحت الاحتلال، هذا شيء مفهوم، ولكن أيضا قطاع غزة تحت الاحتلال بشكل آخر. غزة محاصرة برا وبحرا وجوا، صحيح داخل غزة لا يستطيع الجيش الإسرائيلي أن يوجد بسبب المقاومة الباسلة، ولكن غزة والضفة الغربية هي جزء من مخطط واحد بالنسبة لإسرائيل، يتضمن تحويل المناطق الفلسطينية إلى كانتونات ومعازل لا تقل عن 224 جزيرة تسمى بنتوستانات أو إن شئتم جيتوستانات. وإسرائيل تكرس الآن نظام أبرتايد عنصري، وبالتالي نعم لم يعد هناك أصلا سلطة للسلطة، هذا شيء مفهوم. المطلوب الآن أن نتوحد في إطار حركة التحرر الوطني، وأن يتوقف هذا التنافس الجاري على السلطة التي جردت من كل مقدراتها الأمنية والاقتصادية والسياسية والعسكرية. الآن التنسيق الأمني أعلن عن وقفه، أنا آمل أن يتكرس ذلك وأن لا يكون هناك عودة عنه على الإطلاق. هل خطوة كهذه برأيك يمكن أن تؤثر، أن تمثل نقطة أو ورقة ضغط على إسرائيل، وقف التعاون الأمني؟ طبعا الشيء الوحيد الذي تريده إسرائيل من السلطة أمرين. الأمر الأول أن تتحمل السلطة نفقات الحياة المعيشية للشعب الفلسطيني، وأن تتحلل إسرائيل من مسؤولياتها كقوة احتلال، وثانيا أن تقدم السلطة الفلسطينية الحماية الأمنية للجانب الإسرائيلي. طيب. وهذه مفارقة في عقيدة أمنية غريبة جدا فرضت باتفاق أوسلو، أن يكون الذين تحت الاحتلال عليهم أن يقدموا الحماية للذين يحتلونهم دون أن يستطيعوا أن يحموا شعبهم من هؤلاء المحتلين. دكتور مصطفى، الصراع نعم اسمح لي بس كلمة واحدة، الصراع يعود إلى طابعه الأساسي. طيب. نحن شعب تحت احتلال ونظام أبرتايد عنصري يواجه ويقاوم محتلين. طيب ومن يتراجع، دعني أقرأ عليك ما قاله سفير إسرائيل في واشنطن يا دكتور مصطفى. هو قال بأن خطة ترامب يرى فيها حلا واقعيا لحل الدولتين من وجهة نظري، وقال نأمل في أن يقتنع الفلسطينيون بأن قرنا آخر من الرفض هو استراتيجية خاسرة. أولا هذه كذبة كبرى، الفلسطينيون ليسوا الذين يرفضوا السلام، الذي رفض السلام ومزقه هو نتنياهو، الذي حرض على اغتيال رابين الذي وقع اتفاق أوسلو هو نتنياهو. نتنياهو كتب كتابا بالكامل من أجل أن يفند اتفاق أوسلو ويقتله، والذي قتل المفاوضات هو إسرائيل، وهي ادعاء كاذب يقول دائما الفلسطينيون يرفضوا. الفلسطينيون قبلوا بكارثة اسمها حل الدولتين، وقبلوا بأن تكون لهم دولة في الضفة الغربية وغزة والقدس على أقل من نصف ما قررته لنا الأمم المتحدة في عام 47 في مشروع التقسيم، ومع ذلك لم تقبل إسرائيل. أنا أقول أن إسرائيل اليوم بقضائها على حل الدولتين هي فعلا سيؤدي هذا الأمر إلى عودتنا إلى شعارنا الاستراتيجي الأول، دولة ديمقراطية على كامل تراب فلسطين. دكتور عند هذه النقطة نتوقف ونأخذ اتصالا هاتفيا ونواصل معك الحديث. علي أردني مقيم في قطر، أهلا يا علي. هلا، اهلا بك. اهلا بك، حدثنا عن رايك في نقاش اليوم. الله يعطيك العافيه وسلامه لك وللمستمعين. هلا بك عزيزي. بدي احكي لك ثلاث ابعاد. البعد الاول انه اسرائيل في تفاهمات مع اوروبا وامريكا والحكومات العربيه، وهذه الاعلانات اللي بيعلنها نتنياهو هي مجسات للشعوب العربيه. معركة إسرائيل مع الأنظمة والحكومات العربية انتهت لصالح إسرائيل، ولكن لم تبدأ معركة الشعوب. الآن الكرة في ملعب الفلسطينيين، لو يتحدوا الفلسطينيين ويكون لهم كلمة، ما أقدمت إسرائيل على هذا الضم، وعلما أنه هي يعني ضم الضفة الغربية أو أجزاء من الضفة الغربية هي أقل حسما من ضم القدس.
وضم الجولان، ضم الجولان والقدس تم تنفيذه، وضم الضفة الغربية أيضا سيكون بعد قليل. ولكن ما تعمل إسرائيل هي جث للشعوب، جث نبض الشعوب. الآن غزة، غزة يعني شو اللي خلى رابين يرفع إيده عن غزة؟ لأنه غزة مقاومة. الآن لو في اتحاد ما بين الفلسطينيين ويخرجوا عن كلمة واحدة لكان إسرائيل ما فكرت في الضم. الأمر الآخر، أوروبا وهيئة الأمم المتحدة، ما أعلنت أوروبا وهيئة الأمم المتحدة هو على استحياء مجبول بالخوف، ولكن قرار 242 وين راح؟ كم قرار داست عليه إسرائيل؟ قرارات عدة من هيئة الأمم المتحدة. الضم قائم، الضم قائم، ولكن الذي يوقف الضم هو الشعوب. شكرا لك يا علي. عذرا يا علي للمقاطعة، لكن وصلت النقطة تماما بهذه النقاط الثلاث التي شرحتها لنا. عودة للدكتور مصطفى البرغوثي. دكتور، استمعت ما قاله علي يقول بأن معركة إسرائيل مع الحكومات العربية على حد قول علي طبعا انتهت، إسرائيل ضمنت موافقة هذه الدول كما يقول والمجتمع الدولي حتى وأمريكا، الآن هي المسألة في ملعب الشعوب كما يقول. صحيح، الشعوب العربية يجب أن تضغط على كل حكوماتها من أجل أن تقاطع إسرائيل وتفرض عقوبات عليها وتلغي كل المعاهدات معها، هذا صحيح. ولكن الموقف الإسرائيلي والأمريكي الآن معزول عربيا وعالميا وفلسطينيا. هم يحاولوا أن يعطوا انطباع لكي يحبطوا الفلسطينيين أنه الكل موافق، هذا كذب. إسرائيل وأمريكا هي المعزولة، لكن بالنسبة لأوروبا، ومهم ما ذكر، أوروبا مطلوب منها ثلاث خطوات فورا. أولا أن ترفع شعار أو ترفع لواء العقوبات الاقتصادية والتجارية والعسكرية ضد إسرائيل، أن تفرض عقوبات على إسرائيل وهي أكبر شريك لإسرائيل تجاريا، أن توقف التعامل. برأيك ستقدم على هكذا خطوة يا دكتور؟ أنا متأكد في نهاية الأمور سنرى حملة مقاطعة وعقوبات ضد إسرائيل أوسع بكثير مما يظن الكثيرون. وإن تقاعست الحكومات وهذا ممكن، نحن سنضغط عليهم عبر الشعوب كما فعلنا عبر حركة البي دي اس حتى الآن. هذا سيتواصل، ولكن أيضا الدول الأوروبية التي تقول أنها تؤيد قيام دولة فلسطينية مستقلة، لماذا لا تعترف بفلسطين؟ طيب نقطة أخرى ومتصل آخر، هاني من الأردن. أهلا يا هاني. ألو، مساء الخير. مساء النور، تفضل عزيزي. اهلا. عفوا، انا بس تعقيبا على الموضوع، يعني كونه انه هلا حاليا بيتم الاعلان عن ضم الضفه، اعتقد انه هي نهايه حتميه للي عم بيصير من 67 لحد هلا، بدايه باعلان الكنيست بانه القدس عاصمه لاسرائيل، ضم الجولان، كل هذه تمت بصمت، خلينا نقول شبه صمت دولي وعربي. وحتى يعني حتى لما انضمت الجولان من فترة ما سمعنا أي أصوات سواء عربية أو دولية، بعض الشجب هنا وهناك، ولكن ما في حركة رسمية لمقاطعة إسرائيل ولفرضها لاحترام القوانين الدولية. فضم الضفة راح يكون شيء حتمي للأسف. طيب شكرا لك جزيلا هاني دويك من الأردن. عودة للدكتور مصطفى البرغوثي. كيف تقيمون يا دكتور مصطفى موقف الدول العربية الآن؟ هل جاء على قدر المتوقع؟ وسؤال ربما هو في النهاية أيضا، على من وعلى ماذا تعولون الآن؟ نحن نعول على شعبنا، ونعول على نضالنا، ونعول على مقاومتنا، ونعول على أنفسنا قبل أي شيء آخر. ولكن الشعوب العربية يجب أن تضغط أيضا، والموقف الدول العربية غير كافي حتى الآن. هو إيجابي بمعنى رفض خطة إسرائيل ورفض صفقة القرن، ولكن نحن نريد أكثر من ذلك، نريد مقاطعة وعقوبات. إذا كانوا لا يستطيعوا أن يحاربوا إسرائيل فليقاطعوها على الأقل. نقطة أخيرة أريد أن يعرفها الجميع، نحن لسنا متشائمين، نحن بالعكس متفائلون. أنا أعتقد أنه انقضت إسرائيل على فكرة دولة فلسطينية مستقلة، وما نراه اليوم هو النهاية الطبيعية لمسار أوسلو على فكرة، ولمسار المراهنة على حل وسط مع الحركة الصهيونية. انقضوا على فكرة دولة فلسطينية مستقلة بالضم، فسيواجهوا شعبا فلسطينيا عدده اليوم أكثر من عدد اليهود الإسرائيليين على أرض فلسطين التاريخية، وسنطالب بدولة ديمقراطية كاملة يتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات. ولن تكون هذه الدولة يهودية فقط، هذا مستحيل.
وبالتالي أنا برأيي إسرائيل تحفر الآن بيدها قبر المشروع الصهيوني بهذه التصرفات. على ذكر أوسلو أخيرا وسريعا يا دكتور، ماذا تحقق ترى للفلسطينيين منذ أوسلو؟ أوسلو كان خطأ برأيي، وفخا نصب للشعب الفلسطيني، وأكبر خطأين حدثا أنه تم الاعتراف بإسرائيل دون أن تعترف بدولة فلسطينية، والخطأ الأكبر كان القبول بتوقيع اتفاق دون اشتراط وقف الاستيطان بالكامل كما كان يطالب الدكتور حيدر عبد الشافي رحمه الله. للأسف نحن ندفع ثمن هذه الأخطاء اليوم، ولكن أنا برأيي أيضا ما جرى أثبت للعالم بأسره أن إسرائيل لم ترد السلام ولا تريد السلام، ولا يمكن أن يتساوى السلام مع سياسة التمييز العنصري التي يقرها الكنيسة الإسرائيلية. أشكرك جزيل الشكر الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، كان معنا عبر الإنترنت من رام الله. كل الشكر أيضا لضيوف هذه الحلقة من الولايات المتحدة، من إسرائيل، وأيضا من باريس. وإذا أردتم التواصل معنا واصلوا الإدلاء بالرأي والتعليق أونلاين على bbcarabic.com، على فيسبوك وتويتر. وإذا أردتم المشاركة هاتفيا، أنا في انتظاركم بعد دقائق قليلة على إذاعة BBC. شكرا لكم. إيمان القصير.